السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده جايكم فيديو عملي جاي بقدر الله، يعني انا ما كنتش مرتبه ان انا اعمله، بس هقول لكم مقدمه كده ليه، او هقول لكم حاجه عايزه اقولها لكم علشان تعرفوا انتوا بتتعاملوا مع مين. الاطفال مش دايما حته ان انت تفضل او حضرتك او ان او حضرتك ان انتوا تفضلوا تتحايلوا على الطفل انه ياكل، انه يشرب، انه يعمل كذا، تبقى صح. المحايلة زيادة على اللزوم، والمدادية الاوفر، وعشان خاطري ويلا، ده بيربي عنده سلوك اتكالي. انا عارف ان ماما او بابا هيفضلوا يتحايلوا عليا عشان اعمل كده، طب ما تدلع شوية، طيب ممطل شوية. لا، الطفل بيبقى على حسب احتياجاته بيتصرف، الا لو كان لا قدر الله ابنورمال، مش يعني مش طبيعي، او عنده مشكله عقليه معينه، لو كان مثلا بيمر باي ظروف ممكن تكون ضغط عليه. يعني احنا بنتكلم في الطفل الطبيعي العادي اللي مفيش عندنا الحمد لله مشكله، يقدرون ان هو بيعاني من المشكله دي، سواء جسديه سواء نفسيه سواء تعالي انس. لكن لو حتى سلوكيه، لا، هو عارف احتياجاته. يعني لو جعان وحطينا الاكل، يلا حبيبي عشان ناكل، هو لو جعان هياكل. قال لك لا مش عايز، طب حبيبي براحتك، احنا ده ميعاد الاكل، احنا بنحط الاكل في الوقت ده، بعد كده انت عايز تاكل يا اما تحضر، قدامه خيارين، يا اما تحضر لنفسك وتشيل مكانك وتنظف مكانك لو هو يقدر وسنه يسمح، يا تستنى لغايه الوجبه الثانيه اللي احنا هناكلها. طبعا اذا تكوني شايله له سناك كده او حاطه له سناك بحيث ان هو ينام فيها او ياكل فيها. فحته ان احنا نبقى حريصين قوي قوي على مصلحه الطفل دي مش دايما بتيجي علينا بنتيجه كويسه، بالعكس بتيجي علينا بالسلب. بنربي شخصيه اتكاليه، بنربي شخصيه مش مسؤوله، بنربي حد مش عارف او مش عايز يعرف مصلحته. الفيديو اللي انا هوريه لكم شويه كده او اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده مش هقول لكم ان هو بيمثل كل اللي انا قلته، لا، بس ده انتوا تقدروا تستشفوا منه ان الطفل مهما كان صغير، اللهم بارك، يعني فهو عارف مصلحته وعارف احتياجه بيقوده، الحاجه بتقود. فخلي بالكم من النقطه دي، وبطلوا طبطبه زياده على اللزوم، بطلوا محايله اوفر، بطلوا مدادية ملهاش لازمه، بطلوا تربيه بتخلي الطفل اتكالي ما يعتمدش على نفسه. شوفوا الفيديو. انا عملت لك اليانسون، اتفضل. ليه مش عايز؟ لا لا، انا خلاص عملته لك. انت زعلان ليه؟ مش عايز ليه؟ طيب اشربه انا؟ اهو اشربه؟ هشربه. هتاخده ولا اشربه؟ خلاص براحتك، انا هشربه بسم الله. جميل، طعمه حلو قوي. ما انا خلاص، ما انا قلت لكش خد. طيب احسن ما تاخدش، انا خلاص خدته. طيب ماشي، انا هشرب بسم الله. جميل جميل جدا، حلو قوي. طيب ما انا عارفه ان انت مش عايز على فكره، انا عارفه، انا بشربه، مامي اللي بتشربه مش انا. حلو. شفت قفشتك ازاي؟